يعتبر أغلب المجتمع السعودي أن الارتكاز على مفهوم الفزعة أمر جميل، بل ويشير إلى إنسانية الفرد وعامل مهم في التلاحم والتماسك الاجتماعي، وتمثل خصلة إيجابية عند الآخرين، إلا أنها قد تفتعل شجار شوارع يؤدي لجريمة قتل تحت ما يسمى الفزعة. الفزعة ثقافة نبيلة تحتاج لضوابط ومعايير حتى تنحصر في السمات الإنسانية. فالفزعة بمفهومها النقي والجميل هي التي جعلت فتيان حائل يتحولون إلى أبطال وينقذون تلك المرأة من الغرق. فهذه الفزعة الأخيرة هي أكثر عاطفية وعقلانية، بينما الأولى أكثر عاطفية وأقل عقلانية. الأخيرة يفزع إليها كلما ألم بما حوله خطب أو كرب، بينما يجير الفرد في الأولى ولا آته لصالح انتماءاته وفقا لسلم أولويات توزيع الولاء الذي يختزله الإطار العام لثقافة الفزعة المتمثل في مقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالفزعة ثقافة لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تعزز أواصر التلاحم المجتمعي، إلا أنها تستوجب التوعية حتى لا تأخذ المسار السلبي لها، وتحتاج تحسين الصورة الذهنية لها لتصبح ثقافة متأصلة في المجتمع. ينظر المجتمع السعودي لهذه الثقافة كسمة عربية راقية يقابلها في الثقافة الغربية العمل التطوعي، وبالتالي تجسد الكثير من القيم الصالحة التي تعود بالنفع على صاحبها والمجتمع. فالعمل التطوعي أفقه واسع لقيم بناءة في المجتمع، تعزيز قيم ورقي وتكاتف يساهم في نهضة المجتمع. ولذلك فبناء المجتمعات والحضارات يحتاج لفزعة وهمة المتطوعين.